السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيك يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ انا جاي لكم النهارده، كنت في السوق وجبت سمك بسارية يا جماعة. اوريكم السمك البسارية، السمك الصغير بتاع الصينية ده، وهوريه لكم انا عملت اسكتي سيبيني السمك اتكلم ازاي. شوية. كلمي يا دنيا. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ وحشتونا. مين اللي خلص؟ يلا يا برد كملي يلا. وحشتونا جدا جدا، يا رب تكونوا بخير. ماشي، وما تنسيش تحط اللايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا لنا الجرس. ويلا بينا نبدأ الفيديو. يلا يا جماعة، بصوا يا حبايب قلبي، رحنا السوق وجبنا، رحنا والله والدنيا بتمطر، وجبنا السمك، جبت السمك اللي هو الصينيه ده، البسارية ده يا جماعه اهوت، وجبت سمكه الرنجه. انت عارفين الرنجه يا جماعه، جبت عندنا العيال، يعني عندي بنتي الكبيره اللي هي في الثانوي يعني بتحبها وكده، فجبت ثلاث سمكات اهوت يا جماعه، ثلاث سمكات كبار. والسمك الصينيه ده احنا نعمله وعامله معاكم اهوت، احنا اللي هناكله كده. ماشي يا حبايب قلبي اهو، وغسلاه بالليمون، حط عليه ليمون، شايفين غسلاه؟ يعني جيت نضفت السمك وكده وغسلته وكده، قلت اشطفه شطفه كده معاكم اهوت، حطيته تحت الحوض اهو في الميه، تحت الميه يعني اهو، واشطفه معاكم. انا غسلاه بالليمون وبالخل وبالدقيق والحاجات ديت، منضفه ومنضفه قلبه من جوه اهوت، اهو شايفين سمكه جميله من جوه، وقلت اشطفه معاكم يعني اوريكم. بصوا يا حبايب قلبي، وجبت بقى رد بدنجان كبير حلو اهو، جميل طويل، هنقطعه كده وهنقليه مع بعض، وقطعت راس طم حلوه كده مع شويه مع شويه ملح مع شط ارنان شط حاميه يعني، ودقته مع بعضه، وجبت خمس طماطميات اهوت، ارنان فلفل رومي، وارن شط حامي، ارن شط حامي ماشي، وبصلتين كبار يعني، وهنقطعه بقى عشان سمك الصينيه، واوريكم انا بعمله ازاي. ماشي يا حبايبي يلا كده. بص يا حبايبي، هنجيب السمك البساريه ده يعني، وهنرصه كده في الصينيه، جبنا صينيه يعني، وهنرصه كده زي ما انتم شايفين كده. بص يا حبايبي، بعد ما رصيت السمك في الصينيه اهوت، اقطع عليه بقى ايه، الطماطم، واقطع عليه الفلفل، واقطع عليه كده، بنقطعه كده يا جماعه زي السلطه كده، شايفين؟ افتح كل حاجة على بعضها كده، بيبقى بقى صينية سمك بتبقى جميلة يا جماعة، بتبقى تحفة. تاكل بقى الحاجات اللي هي الصلصة، الطماطم والبصل والفلفل والحاجات دي، بتبقى طعمها كمان اطعم من السمك نفسه. احنا بنعملها وبنحبها يا جماعة، بنعملها على طول، وبجيبها يعني وبعملها على طول وبنحبها. ماشي يا حبيبي، والله الدنيا النهاردة بتمطر عندنا وشتا، بس نزلت السوق بقى. بص يا حبيبي اهو، قطعت الطماطم كلها اهيت ايه، واقطع برضو البصل، واقطع الفلفل، واحط التوابل، واحط الزيت، وهنحطها في الفرن بقى، اوريكم احلى صينيه سمك بسريه جميله جميله بقى، والطعم والريحه جميل اهو. عندنا يا جماعه برد، برد جامد، والدنيا ساقعه وتلج يا جماعه عندنا. والبصل اهو برضو بقطعه، شوفوا بخرطه كده اهو، اهو بخرط اهو. بصي يا حبايب قلبي، بعد ما قطعنا البصل والفلفل والطماطم وكده على السمك كده، بنروح عاملين كده، بصوا كده، ونحط بقى ايه، الكمون، لان السمك ايه هو بيحب الكمون يا جماعه، فبنرش عليه كمون كده، اوريكم بقى وانا بتبل كده ماشي. وبنحط فلفل اسمر اهو، شايفين اهو، شويه فلفل اسمر كده على برده، ونرشرشهم كده اهوت ماشي يا حبايبي. وبنحط حته دقه من اللي انا حطاها كده، الفلفل على الثوم على الملح وكده ماشي، وبنحط برده شويه ملح اهو، شويه ملح صغيرين برده، بنرشرشهم كده اهو بدينا كده برده ماشي يا حبايبي. وبنحط عليهم الايه، الزيت، شايفين الصينيه بحالها كده ماشي اهو، شايفين اهو. وهنجيب ليمونتين كده، وهن برضه هنعصرهم كده، شايفين كده اهو يا حبيب قلبي.
وهنضغط عليهم جامد كده. شايفين صينيه السمك؟ هتبقى بقى صينيه جميله اه، والريحه بقى بتبقى طالعه ايه تحفه على الحاجات اللي انا حطيتها لها بقى دي اه. ونحطها بقى ايه في الفرن ماشي، وهنحمر بقى ايه بدنجانتين حلوين كده معانا. احنا حطينا الزيت على النار اهوت، وهحط الايه البدنجان في الزيت. البدنجان الكبيره كده بقطعها نصين يا جماعه اهو، بقطعها نصين عشان خاطر ايه تتقلي من جوه، واللي هي الصغيره دي بتفتحها كده اهي، وبرده بحشيها اهو شايفين، والكبيره الطويله دي بقطعها كده اهو ماشي يا حبايب قلبي اهو اهو ماشي يا حبايبي. احط بقى ايه صينيه السمك في فرن البوتاجاز كده اهو اهي، ولما تطلع بقى وتستوي كده هوريكم بقى بعد ما تطلع ماشي. بص يا حبايب قلبي، جبت الدقه ايه، خدت حته الدقه يعني من لونه كده، هي شطه على توم على ملح، وحطيت عليها شويه كمون اهو، واقلبها بقى ايه في بعضها كده انتوا شايفين كده ماشي اهي. وهجيب السمك اللي هم الثلاث سمكات يعني اللي هم بتاع الرنجة، سمكة الرنجة يعني، وهحشيهم وهسيبهم شوية يتبلوا مع بعض اهو، وهسيبهم شوية بقى ايه احشي قلبهم كده من جوه اهوت اهو، وهسيبهم بقى شوية كده مع بعض كده يتبلوا مع بعض على بال ما اخلص قلي البدنجان، وايه وبعدين احطهم اقليهم بقى، احط عليهم الدقيق واقليهم، واوريكم برده وانا بقليهم برده وانا بحط الدقيق واحطهم على النار اهو. هما يا حبيب قلبي سيبتهم بقى مع بعض كده، هسيبهم شويه كده ايه، هسيبهم على جنب كده ماشي اهو. شايفين البدنجان اهو محمر اهو اهو، طلعوا في الطبق كده اهو. انا بقى شويه رز حلوين اهم، ونقلناهم يعني نضفناهم، وهنغسلهم بقى غسله حلوه كده، ونصفيهم وهنعملهم برده على النار كده باللبن كده بالسمنه البلدي كده، وتشوفوا بقى احلى احلى شويه رز عملناهم اهو. بغسلهم جامد كده، وبدعك الرز جامد كده اهو، بصفيه وبخلي الرزيه بتبقى بيضة وكامل شايفين. ونعمل سمك تاني. بصوا يا حبايب قلبي، بعد ما غسلنا الرز اهو صفيناه، هنحط عليه بقى اللبن اهو ماشي، نحط عليه ملح. بصوا يا حبايبي، بعد ما حطينا الرز وعليه اللبن والملح كده، حطينا بقى نسيبه بقى يستوي بقى مع نفسه كده على النار يا جماعه. بصي يا حبايب قلبي، بعد ما خلص السمك سيبناه اتبل شويه كده مع نفسه اهو، جبت الدقيق بقى اهوت شايفين اهو شايفين، ونحطه بقى في الزيت. بصي يا حبايبي، غرفت الرز اهوت، وده اللي هتطلع الاكل بره اهو. عملت صحنين سلطه حلوين اهو، وحدقنا البرنجان اهوت، والسمك اللي انا قلته برده اهو ماشي، وصينيه السمك بقى الخرافه اللي انا قلت عليها اهيت شايفين، لسه هطلعها من الفرن اهي يا جماعه. شايفين صينيه السمك عامله ازاي؟ جميله بقى، والطعم جميل يا جماعه اهو شايفين اهو. هنطلع الاكل بقى مع بعض كده، واوريكم برده احنا بس عملنا الاكل يا على الصلاه. بصي يا حبايب قلبي اهو، هنقعد بقى نتغدى اهوت، ومحمد قاعد اهوت وبيطلع لنا السمك اهوت، اللي هو بياكل سمك يعني بيطلع له في طبقه ماشي، وهنقعد بقى ناكل. والله السمك جميل واكله تحفه. بصوا الطماطم اللي هي على صينيه السمك ديت، والصلصه يعني اللي انا عملتها معاكم ديت، بتبقى مخليه الاكل رهيب رهيب شايفين اه، طعم جميل 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 والله العظيم تحفه يا جماعه. يعني اللي ما يعرفش السمك ده يجيبه ويعمل ويشوف الطريقه من على القناه وكده ويعملها، بس تحفه تحفه كده، ومع الرز بقى بالسمنه البلدي بقى تحفه تحفه تحفه. بصوا يا حبايب قلبي، هنقفل بقى، وما تنسوش تشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وما تنسوش بقى تشتركوا في القناه يا جماعه. يلا سلام، حط اللايك. يلا سلام يا حبايب قلبي.